حاضر يا مام حاجة حاضر علينا نفسنا صلاة الحبيب ونقرأ سورة الكافرين يكون صلاة الحبيب تفرزنا وتسرع رزق في الهمام وتبيض الكل اللهم صل وسلم وبارك على كل رسول. حاضر يا ماما حاضر الحمد لله على كل حال. الحمد لله حاضر يا قدر من حق قدر يوم يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم إن الصلاة أرحى تغفر الزنب وتكفر الهمة تغفر الزنوب وتستر العيوب وتبيض الوجوه وتبيض القلوب وتستر العيب اللهم صل وسلم وبارك على كل رسول. قدر من حضر يا حاضر يا ممكن تحاضر قدر من حضر يا ممكن تحاضر حاضر يا ماما حاضر اليوم كلمة حاضر حاضر يا بابا حاضر اليوم كلمة حاضر لبيك رب وسعدك الخير كله بيديك لا مرجو ولا منك الا لك لبيك حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. حاضر يا مامي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول يوم الجمعة صلى الله على رسول الله صلى كثيرا اللهم صل على الحبيب. حاضر يا ماما حاضر اليوم كلمة حاضر حاضر بسم الله صلى الله عليه وسلم يا رب ماذا لك عسى ماذا لك عسى مامي الحمد لله من جرت ما صليت حط بقى عليهم حلبة سخنة للصلاة برد أول